في ليلة أمس ألقت قوات الولايات المتحدة الأمريكية بزعيم الإرهاب الأول في العالم في نصاب العدالة. مات أبو بكر البغدادي الذي كان مؤسس وزعيم تنظيم داعش الإرهابي بل الأشد عنفا وإرهابا في العالم. لسنوات عدة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن البغدادي وتتتبعه، ولطالما كان قصر البغدادي أو القبض عليه مسألة أمن قومي ذات أولوية كبرى لحكومته. وقد نفذت قوات العمليات الخاصة الأمريكية غارة ليلية جسور وخطرة في شمالي غرب سوريا، وقد أنجزوا مهمتهم بنجاح باهر. كان رجال الولايات المتحدة باسلون حقا، وأددت لو كان بإمكاني مشاهدة المزيد. لم نفقد أيا من طاقمنا أثناء العملية، في حين لقي عدد كبير من رفقاء ومقاتل البغدادي حتفهم معه. قد مات الأخير بعد محاولة فرار في نفق مسدود، باكيا متنهدا وحتى مرتجفا على الدوام. وقد تم مسح المنطقة بأكملها هذه المرة وتطهيرها من أولئك الذين كانوا ماكثين في الأرجاء المحيطة أو الذين أطلقت عليهم النيران وأردتهم قتلى. أخرجنا 11 طفلا من المنزل سالمين، كان الباقون فقط البغدادي في هذا النفق وثلاثة من أطفاله الصغار سحبهم معه، لقد قادهم إلى موت محقق. لقد وصل البغدادي إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تطارده، وقد أضرم النيران في سترته قاتلا بذلك نفسه والأطفال الثلاثة. كان جسده مشوها من أثر الانفجار وقد انطبق النفق عليه كذلك، ولكن نتائج الفحوصات قد أسفرت عن تطابق إيجابي وأكيد لهويته. لقد كان هو ذاك البلطجي الذي سعى جاهدا إلى ترويع الناس قضى آخر لحظاته في هلع وخوف تامين، ومات روعا من مطاردة القوات الأمريكية له. لقد كنا هناك في المجمع قبل ساعتين تقريبا من التنفيذ، وبعد إنجاز العملية استطعنا الحصول على مواد ومعلومات غاية في الحساسية من جراء هذه الإغارة تتعلق بتنظيم داعش، أصوله وخططه المستقبلية وأشياء كنا حقا نريدها. مصرع البغدادي يبرهن على ملاحقة أمريكا بلا هوادة لزعماء الإرهاب في العالم، وكذلك هزائمنا المتلاحقة والمستمرة للداعش ومنظمات إرهابية أخرى. طولنا عظيم، كما تعلمون الشهر الماضي أعلننا أننا قتلنا حينئذ حمزة بن لادن ابن أسامة بن لادن الإرهابي الخطير الذي كان يصرح بأشياء فظة عن الناس وعن بلدنا وعن العالم أجمع. كان هو ولي العهد في خلافة تنظيم القاعدة. هؤلاء الإرهابيون الذين يقهرون ويقتلون البراء لا يحق لهم أن يناموا هنيئين، بل عليهم أن يعلموا أننا سوف ندمرهم تماما. أولئك الوحوش لن يهربوا البتة من مصيرهم، كما لن يهربوا من الحساب الإلهي لهم في اليوم الآخر. كان البغدادي فارا لسنين طوال قبل ما حتى أتسلم مقاليد الحكم، ولكن تحت توجيهاتي كقائد أعلى للولايات المتحدة قمنا بطمس خلافته تماما 100% في شهر مارس من هذا العام. وحدث اليوم هو تذكير آخر بأننا سندأب على ملاحقة الدواعش الآخرين وسنقودهم إلى نهايتهم المروعة، وهذا يسري كذلك على أفراد المنظمات الإرهابية الأخرى، هم أيضا نصف أعيننا. البغدادي وأولئك الفشل الذين يعلون لديه، وهم فشلة بالفعل، ليس لديهم أدنى فكرة عما هم متورطون فيه ومخبرون عليه. في بعض الحالات بدوا مثل جراء مروعة هلعة، وفي حالات أخرى كانوا قتلة فظيعين، ولكنهم قتلوا الكثير والكثير من الناس، وهم قتلة الأمريكي البريء جيمس فولي وستيفن سوتلو وبيتر كاسوك وكيلا مولر.
وكانت هذه جرائم شنيعة جدا، كما شهروا بجريمة قتل صادمة للطيار الأردني، وهو شاب رائع تحدث إلى ملك الأردن، عرفوه جميعا وأحبوه جميعا، أحرقوه حيا في قفص على مرأى من الجميع، وكذلك إعدام المسيحيين في ليبيا وفي مصر، والإبادة الجماعية لليزيديين. كل هذا صنف داعش ضمن أكبر التنظيمات الضالة التي عرفها التاريخ. التحولات الإجبارية عن الدين، البذات البرتقالية، ناهيك عن عمليات الذبح المتكررة التي كانت قاطبة على مرأة من العالم، كان كل ذلك من صنيع البغدادي. كل هذا ما أراد وكان فخور به، يعني رجلا مختلا فاسد الطوية. والآن لقد مضى، لقد كان البغدادي همجيا عنيفا، ومات كذلك بطريقة همجية شرسة كالجبان يجري فرارا وهو يبكي. امتازت هذه الإغارة بخلوها من أي خطأ، وما كانت لتحدث إلا بمساعدة وإشعارات من قبل حكومات وأناس آخرين. أود أن أشكر كل من الحكومة الروسية والتركية وحكومتي سوريا والعراق، وأود كذلك أن أشكر أكراد سوريا لدعمهم الخاص الذي منحونا إياه. كانت تلك مهمة في منتهى الخطورة، وأقول كذلك شكرا لرجال المخابرات العظماء والمهرة الذين قدموا يد العون لإنجاح هذه الرحلة. أود شكر الجنود والبحارة ورجال القوات الجوية والمارينز الذين شاركوا في عملية الأمس. أنتم الأفضل في العالم أينما كنتم، لا يهم، وليس لكم من نظير أبدا. أشكر الجنرال مارك ميلي، وأشكر كذلك قادة الأركان، وأشكر أيضا رجالنا المحنكين الذين يعملون لدى وكالات أخرى للحكومة الأمريكية، الذين كانوا حاسمين بشأن المهمات، محققين نجاحا لا يصدق. كانت ليلة أمس ليلة جسيمة للولايات المتحدة وللعالم بأسره. قاتل شرس كان قد سبب الكثير من العناء والقتل، قد تم محو ذكره بكل قسوة، لن يؤذي من جديد رجلا ولا امرأة ولا طفلا بريئا. لقد مات ميتة الكلب حقيرا جبانا. العالم الآن أكثر أمانا من ذي قبل. شكرا لكم.